الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواني المشاهدين وأحيي خواتي أم خالد وأختي أم علي. كيف الحال أختي أم علي؟ يا مرحبا أم أحمد. يا مرحبا بيش. كيف حالك؟ كيف حال العيال الأحفاد الجيران؟ كيف حال صحتك؟ طمنيني عليك. طيبين الحمد لله. الحمد لله. وانتم حالكم؟ الحمد لله الأحفاد. والله الحمد لله بنعمة. أصدقاء كلكم الحمد طيبين. الحمد لله رب العالمين. كنا بخير. يوم أنتم بخير نحن بخير. الحمد لله. إن شاء الله يعطيكم العافية والصحة. يعطيك العافية. يا مرحبا يا مرحبا. كيف حالك اختي ام خالد؟ يلا محمد كيف حالك؟ ايه ان شاء الله. كيف حالك؟ حال العيال؟ الحمد لله. البنات الاحفاد؟ والله الحمد لله. حال الجيران؟ الحمد لله بصحه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيهم العافيه والصحه. الله يعافيك حبيبي. طبختنا اليوم عيش الابيض مع اللحم الناشف. ام خالد اباش تجيبي لي كاري قاصر علي. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يطول عمرك. تحمل حاسبي. ما علي. تحملي شوي شوي. عم تتعوري. الكاري ايه جيبي لي كاري ايه. تحالش ام علي حبيبي؟ الحمد لله حبيبي. يا مرحبا بيك. الحمد لله. اي ان شاء الله نورتينا وجودكم وارتاحينا بوجودك الغالي. وجودكم والله والله العظيم النور. نوركم حبيبي. حبيبي نور نوركم والله. يعطيك العافيه على وجودكم والصحة. النور الله يعافيك. الله يحفظكم. يا مرحبا. يا الله اختي هذا عندنا اليوم مكونات مال اللحم الناشف. عندنا البطاط، عندنا البليان، عندنا الجزر، عندنا البقدونس، عندنا الكسبرة، عندنا النعناع، عندنا الطماط، عندنا الليمون الأصفر، عندنا الليمون الأخضر، عندنا الثوم، عندنا الزنجبيل، عندنا البصل، عندنا الزيت، عندنا اللحم، عندنا الماجي، وعندنا البهارات الصحيحة، عندنا القرفة النعيمة والقرنفل، عندنا الفلفل الحب، وعندنا القرفة الخشب، وعندنا الهيل الحب، وعندنا الهيل الناعم، وعندنا الفلفل الاخضر، وعندنا الكركم، وعندنا الليمون الناشف، وعندنا الكسبرة الناعمة، وعندنا النجمة، وعندنا الملح، وعندنا الفلفل الاسود، وعندنا الطماطم المعجون، وعندنا الزعفران مع الماي ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين انا بحط هذا عشان لازم نسلك اللحم شوية عشان يشيل هذا. ام علي مغسول حلاته؟ اذا غسلتي في الماء والملح، اذا ما عندك ليمون ملح وطحين. ايه صح. تنقعي في الماء الملح والطحين، تخليه ربع ساعه يعني بلين نسوي شغلش، تحطي يستوي اللحم ابيض ابيض ما في حاجه مول. بسم الله الرحمن الرحيم. بنحاسب عشان ما يطيح علينا ماء الحار، ينفط علينا شوي 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 على الراحات. ما نقدر نصب الماي مره واحده عشان نخاف ننظر نحترق ولا شيء، ولا سبحان الله الماي الحار ترى يؤذي. لانه ماي حار بسرعه تغير لونه، بسرعه تغير لونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنحط عليه القرفه الخشب عشان يشيل الروائح منه، وبنشل هذا المسمار والحب. طبعا طبعا لازم نغسل. سبحان الله تحت الشجره حايش انه حشره، حايش انه شيء تحت الاشجار ترى. هذا النجمه بعد بنغسلها. لازم ينغسل محمد. لازم ينغسل. هذا الهيل شويه بعد حبتين او ثلاث حبات تتحط فيه. الحين هذا شوية بنحطه فيه زيادة عشان يشيل الزفارة. بنحط عليه الكركم. أم علي. نعم. هذا الكركم طبعا أنا بحط شوية عليه عشان يكسر البياضة منه للتفويح. لازم نسلكه أول. إيه شيل الريحة بعد. إيه عشان اللي هالكركم. نحطي قفشة واحدة. أنا اختارينا هالقفش لأن هذا مرة تعدل القياس. مقاسات شي صغار. ايه القفاش صغار تعدل القياس. كل شيء في قفشه ماله. ايه الحين احنا ما ملحناه طبعا الملح اللحم بعد ما نملحه. بعد ما ينضى. ايه اللحم ما نملحه مول. اللحم بتلحمه بتسوي شويه او وايد او ذبيحه او بتسوي سلك ما نملحه. نملحه عقب ما يوم نشوف اللايم اللي بنسوي بالاشياط بنملحه. لان الملح يعصب اللحم. صح ام علي؟
نعم. ايه مالها. نعم. عم خالد. نعم. صح لا؟ نعم. الملح ما يخليه يمضي. ما يخليه يمضي. ما يخليه يمضي. نعم. يتقوى زيادة ويتشبط اللحم. ايه يتشبط زيادة. الحين هذا ماينا العيش بنحطه عليه شوية مسمار الثلاث، هنتين أو ثلاثة عشان في رايحة قوية للعيش. ايه حبة قرفة. ايه. حبة ورقة هذا. عشان يعطيك لذة الأكل ترتاح بالأكل. هاي قرفة. ضروري القرفة تعدل الأكل، الأكلة، العيش. هذا النجمة هي سودة لكن يوم تكسرها هيل. فيها طعم الهيل، هذا هيل الأخضر، هذا هيل الأسود. على يقولوا النجمة، أنا روحي كسرته طعمها طعم الهيل. هندي هندي هذا. إيه. طعم الهيل. أعطينا أم خالد حبيبي. شوف. الزيت. بحط فيها حبة واحدة. عشان يعطيك اللذة. بسم الله. الحين الزيت. ايش اختي؟ شوي بنسكر عليه لين يهد ريحة الهيل وريحة هذا عشان يعطيك الطعم. هذا العيش، العيش مغسول مجهز ما اخذ راحته مرتاح. بسم الله. هذا العيش الحين طبخ الماي مملوح اظني ما ملحته. لا ايه ما ملحته الحين بملحه. حطيت انا ماجي واحده بحط فيه شيء بسيط. إيه لأن الماجي ملح. لأنه ماجي فيه. بس بس. بسم الله. أحرك الماي عشان الملح. بسم الله. الحين بحط العيش. العيش مغسول ومنظف. آه يا معلي مرة مرتاح. نعم نعم. إيه مرتاح هذا الإنسان إذا سوى شغلة غسل ورتب وحط أغراضه. بيصير عند الأم، بيصير عند العمة، بيصير عند الخالة، بيصير نعم، نعم، عند الجيران. نعم. أكله كله جاهز. جاهز. من اللحم مغسول ولا السمك مغسول. ما عندهم ساعات يعاينوا، يعاين الشمس. صح. عارفين وقتهم يا أم علي. عارفين وقتهم، ايه. عارفين أي ساعة يطبخوا، أي ايه. ساعة بيأذن، أي ساعة بياكلوا. أي ساعة بياكلوا، أي ساعة بيأذن. يناموا من الساعة 9 حطوا راسهم وناموا. لا تنسي بعد اسقع الديك بعد يعرفوا. ايه اسقع الديك بعد الفجر. اول بال عندهم الهوايس يصير يحلبوا اسقع الديك. مرتين ثلاث مرات باليوم يحلبوا. يوم يدن قالوا. الظهر. يوم يدن الديك اذن اذن ديك الحلابات. يسموه ديك الحلابات. 12 يدن ديك سك الحرمة ستحلب. ايه اذن ديك الحلابات نشت. نشت الحرمة. اول بال نايمة من الساعة 8 9 نايمين مساكين. شبعانة رقاد. ايه شبعانات رقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عيشنا خلص ذهب ما شاء الله. بسم الله. نعم العيش ما يبض سما يبو طرف. ايه 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 بو طرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي آه اخو حتى يسكر لانه بالبخار يسكر. ايه 10 دقائق ما شاء الله. ما خلي حبه توقف على حالها. بسم الله الرحمن الرحيم. حمليها شوي شوي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو العيش. اعطيني يا حبيبي اختي. شو؟ الزيت شوية. ان شاء الله. تفضلي يا محمد. نعم فضلك بحطي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش بس بس الحين بضيف عليه شوية زعفران. زين تعطيك الرائحة الحلوة. زعفران روحه ريحته حلوة. ها؟ زعفران روحه ريحته حلوة. ايه ايه روحه يعطيك يعطيك مرة نكهة. شوية حق الشياط.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحملي قولي زين. بسم الله الرحمن الرحيم. خذي المسكة ثانية. بسم الله. ايش؟ بسم الله. نضيف عليه الزعفران من فوق. هذا الزعفران مع ورقم عليه شوية زعفران يعطيك نكهة الأكل. ضيف عليه بس خلاص هذا شغله. ريه أعطيني أم خالد 60 حبيبي أعطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. صغري البطاطا أختي. البطاطا يلا ناضي خلاص يضرب بالستين. دش ما شاء الله مدى ينضف. ها مدى ما شاء الله ينضف. ايه ايه من زمان يطبخ. وهذا نحن منقينا لانه ما نبع عظام فيه. اي صح للناشف ما نسوي فيه عظام. مسلوب. هذا للناشف للكاري لهذا عظام ما في. اي شيء اكيد هذا. لانه سريع عندك ياهل ولا عندك حرمة عودة ولا عندك ما تقدر يعني سريع هذا. الحين تريا يطبخ ونتريا ام خالد تخلص شغلها. لا قصي هو وعواده. اه ايه فرمي هو وعواده لان العود العود فيه الريحه. نعم ايه العود فيه الريحه. اعطيني البصل اختي اعطيني حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البصل حتى انا بناول الشاي تبي. الله يخليش قولي لي كفايه قعدتش والله وناسه بناولش. الله يخليك. عادي مساعدة واحنا خوات. اي خوات ان شاء الله وانتم خوات. ان شاء الله. وانتم خوات اختي. اي نحن جايبينش مرة نسولف مع بعض. مساعدة زينة بعد. ونجلس مع بعض الحمد لله الحمد لله. ونسمع سوالف بعض. الحمد لله. ونستشار بعض. الحمد لله. الحمد لله. ايه. الله ولف وياكم الحمد لله. انا استشارش ونستشار اختي ام خالد. الحمد لله. تم علي فضل من الله. ايه فضل من يجمعني. الله يخليكم ان شاء الله. الله يطول عمرك اللي جمعنا وياك. الزيت الغالي هذا الحين تري ينشف شويه. نشف الدهن الماي من البصل. من البصل. اه حطينا البصل وحطينا الثوم مع بعضه. نشف الحين نشفت هذا الثوم سوى ريحه مره شعوط. ايه ايه شد الدنيا ريحته. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي هذا الحين البصل حطينا البصل مع الثوم بيحمر على طول يحمر. شيك. ايه لان التاوه حامية. حار رهيب. التاوه حار البصل ما يطول. ايه بصل ما يطول. روح ينهرق مرة. ايه يحمر على طول. يلحمه بس. ايه يلحمه يطول. مرة. هذا الحين لحمنا يطبخ لما نخلص اشياتنا بعدين بنشيله على طول. كل ما نضاي اللحم ما يطلب طبيخ وايد. تحمير شيء بسيط لان اللحم ناضي. بضيف عليه الطماط. اعطيني اختي البطاط عندش. هذا ام علي شو رايش؟ لا والله بياض الوجه، حبه ما بتعنش الصحنها. بعد ما تبغى تروح. تفضل يا كل البطاط والجزر. ما شاء الله. اي هذا بخلي اخر شيء. ما شاء الله. اي بخلي اخر شيء لانه عشان الجزر ينضوا البطاطس. ايبه لي نضاي. يتعارض شويه بالحار. هذا عندنا الجزر وعندنا البطاط وعندنا البيليان.
لازم نزود التهوى عشان ما نتأذى تطيح ولا تنقلب ولا من يحمر هذا خلاص اللحم ناضي. بس أهم نحمر هذا الطماطم بسرعة، البيليان بسرعة، لأن البطاط شوية يبقى بطاطم شوية يتحمر شوية بنار شوية لأن عصوة لأن شوية ناشف. يلا أم خالد طلعي لي هاللحم حبيبي تنطالي، لو ما تنطالي أعطيني أنا بسوي بحمر هذا. الحين ما ملحت الخضار بملح يوم بحط اللحم بحمسه مع هذا أمي فوطة تبين ملاس؟ مسكة مسكة مسكة؟ ليش حبيبي؟ ما تبغى أطلع لشاه؟ هي هي دشة بس لو ما تقدري ما تنطالي أعطيني أنا. تحملي حاسبي زين حار الجدر حطي لي هنا نح عشان أحمر وياه. تنطالي أعطيني أنا بشوف النش أكي وحدة ما تنطالي أنت. أنا بضرب الملاس هي روح حبيبتي يلا خلاص ايش خلاص الحين بحمر كله مع بعضها يذوب ولا ترى طماطم بيليان بروحه ما يذوب هي روحي ما شاء الله يذوب شوية الجزر عندي الجزر ذاب اختي ذاب ذاب الجزر والبطاطا شوية صم الحين بحطي عليه البهارات هذا كمون ناعم كمون ناعم هذا هذا حب كمون كزبرة حب هذا حبة أسود شوي القرنفل شوية ما بنحطيه لأنه رايحة قوية وايد فيه. الحين بنحمسه مع بعض. الحين حطينا البهارات وحطينا البهارات وحطيت هذا الحين ما حطيت معجون بعد. إيه ما في معجون. إيه ما في معجون. ملح بعد ما حطيت. إيه ملح ما حطيت حطيت ماجي. الحين بحطي ملح شوي عشان ليش؟ في ماجي. مي مالح. إيه في ماجي بعد. إيه. حبة الماجي بعد بروح ملح شوية ترى. أناولش؟ الملح. طانولش. ما تحط الملح. شوية ترى الملح. في خلق ياسر لأنها الماجي ملحة. إيه حطي شوية عليه. إيه خلق ياسر. إيه. بسم الله. بعدين تشوفي. بعطيش أنت تشوفي أم خالد؟ نعم أنا بشوفه. إيه بعطيش. نعم. خليها تشوفه متعودة له. إيه إيه. متعودة الطعمة. إيه. هذا فلفل نبق بعد بحطي الحين بحطي عليه الورق البرياني اخر شيء العذبين بيعطي نكهه زياده يعطي نكهه دوشتي نكهه حلوه اعطينا البقدونس والكزبر اختي هذا الكزبر والبقدونس والنعناع هذا حمرناه مع بعض هذا عط الخضار عط الخضروات هذا الكاري والبقدونس حطينا آخر شيء الحين بحط بضيف عليه المعجون بضيف عليه المعجون عشان يعدل يغير لونه هي طبعا بغير لونه مشتي أحمر شوية ماي بغير عليه طبعا قصنا على النار عشان ما يؤذي طبخه تقدر تتحكم فيه صح اوكي ناشفه ناشفه يا اختي حطيت في النار وايد شتين اوعى بسم الله الرحمن يلا باش تنزل لي هذا عشان ارفع الجدر يعطيكم العافيه والصحه اعطيني هاي وين هاي مال ليش شيل عني هاي شويه انا بس حب عني الشاي حطينا حاسبي على ريولش حطينا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يلا هاي غدانا خلص
العيش الابيض لحم ناشف. بسم الله. الحين بزح شويه به. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله. هذا عيش شنو؟ عيش ما شاء الله يتناثر. اي ما شاء الله. طبخه على وصول صحيه مناش. الحمد لله المناش الغاليه من قالها حبيبتي. يا رب. هذا عيش نحن قرفناه. هذا العيش نحن ما شوفي تعلمينا عن الامهات قال شوفي بالطبخي هذا لكن لا تدقي الملاس القدر في الجدر. صح هذا فكرتنا نحن الامهات والجدات علمونا. انا اقول ليش يعني ليش ما كان يقول اول تقاليدهم يقول والله تفر البركه. الحين بنغرف رايح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ناشف. بسم الله. هذا ام علي خلصنا ناشفنا. اي ما شاء الله. وخلصنا يا ام خالد هذا بعد ناشف. شيء طيب ما شاء الله. اي ما شاء الله ريحه بس حلوه. الله يعطيكم العافيه بركات الله وبركاتكم. ما شاء الله ممتاز. والله بعد نفتخر فيكم. ممتاز ما شاء الله. حبك. ما من اليوم من بديتي ما شاء الله في الطبخ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. دائما نحييها دائما في الطبخه. الحمد لله الحمد لله. بركات الله وبركاتكم خواتي وبركات الشباب ما مقصرين. الله يجمعنا. اي شيء نقول لهم يبوا يبوا على طول ما مقصرين الله يطول اعمارهم. عيالنا هذه لازم واحد يقول لهم يبوا هذا يبوا مساكين. اي اكيد شيء اكيد. يعطيهم العافيه. يلا ام علي هذا طبختنا الحين. بركة ان شاء الله. ام خالد حطي حبيبي هاي سكر. بالعافية على كل اللي بياكله ان شاء الله. بالعافية بالعافية. بالعافية عليهم. يلا اعطيني ما قصيتي لي لومية اختي. ابغى لومية قصي لي حبيبتي. عشان بزينها شوية. افرح خبرة. اعطيني صفرة واحدة شوية بعصر عليها فوق. بسرعة. تحملي حاسبي بس. شيلي الجدر عنك هاتي الجدر هنا. اختي. يبي الجدر هنا حارة ندوشة. أذن. ما أذن. احنا غرفنا. يلا يبي. تحملي حاسبي حطي تحت. أكبر وأعظم على من تغى وتكبر. بس. بسم الله. أعطيني فلقة واحدة. فلقة واحدة أعطيني. بسم الله هذا طبعاً. بسم الله هذا لازم نعصر شوية. أنا أعصر عليه عشان يستوي. ليمون. حموضة بدل ما يعصر عليه. بس نسوي كان لحم كان دياي كان سمك أم علي أخذ نص اللومية وعصر عليها مو الأكل ما ينتكل بدون لومية. إيه ما ينتكل بدون لومية. لازم اللومية وترام فضل اللومية. ما ينتكل بدون لومية ليش؟ لأنه لازم عصير ليمون شوية. ناس يعصروا في الماء ما شاء الله اللومية يشربون. إيه الله أعطيني أختي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ليمونه شويه هنا. هاي ليمونه. سدش لا صار لك صغيره. بسم الله. دش يلا ودي اعطينا البقدونس اختي. عشان احنا ما حطينا عليه شيء لانه هذا فيه ناشف. في ناشف شكل الصالونه. طيب ترتاح يوم تشوف هذاك هذا بعدين تقدر تاكله معايا يا ام علي. اي صح. ايه هذا يلا يلا. وش لايش ام خالد؟
عدل مره شيء عدل. يعطيك العافيه. تمام ام علي تمام بياض الوجه والله يعني شوفي. لا والله بياض الوجه شوري علي. لا والله بياض الوجه علي ما في كلام بعد شو بشور علي. اي شوري علي هل هذا غلط؟ هل هذا ما غلط؟ لا كرم شوفي حاجة. لي كيف كل شيء تمام وكل شيء صح. الله يعطيك العافيه. والله يعطيك بركات الله وبركاتكم. اي الحمد لله. اي بس بوجودكم بحضوركم ناخذ منكم ال اليوم انت تطبخي عشان انا اشوف اقول صح ما شاء الله قديمه في الطبيخ. نشكر اختي ام خالد ونشكر اختي ام علي الله يطول اعماركم. هذا طبختنا اليوم العيش الابيض واللحم الناشف بالعافيه والهنا عليكم.